السلام عليكم. السؤال اللي كيجينا بزاف انه واش بلجيكا كتعطي الكونترا نتاع الخدمه باش ان الناس تجي لا بلجيك على اساس الخدمه، مثلا بحالها بحال الاسبان ولا بحال ايطالي. الجواب هو واه ولا نعم، كما نقولوا حنايا باللغه العربيه، بلجيكا كتعطي الكونترا. وشنو هو حنايا الخدمات اللي ممكن نقدموها لكم في هذا الموضوع هذا؟ واش حنا اللي كندبروا الكونترات؟ لا، حنا ما كندبروش الكونترات، ولكن كما كتعرفوا بلجيكا كتطلب اليد العامله المتخصصه اللي متخصصه في مجموعه تاع لي دومين. الدوله البلجيكيه ولا الحكومه البلجيكيه كدير واحد لاليس، هذيك كيتم التحيين ديالها شاكاني، يعني كل سنه كيتم التحيين ديال هذيك لاليس نتاع الناس اللي شكون هي اليد العامله اللي مطلوبه، واللي يقدر صاحب الشركه ولا صاحب العمل انه يدير هاد لا بروسيدور باش انه يعطيكم الوراق ولا يعطيكم الكونترا اللي بها باش كتطلبوا الاقامه. يعني حنا الدور ديالنا في هذه انكم تتصلوا بينا وكنشوفوا الدوسي ديالكم وكنشوفوا شنو هي الامكانيات اللي تقدروا ولا شنو هما الشركات اللي تقدروا تدفعوا لهم، ونقدروا نديروا لكم كونتاكت مع الشركات ولا نعطيو لكم الشركات لانكم تتصلوا بهم، وكذلك اننا ندير لكم ان اكومبانيومون، يعني نعاونوكم في لا كوريسبوندونس ولا في ليتر دو موتيفاسيون وفي الاجراءات اللي تقدروا تبديوها مع هذيك الشركه باش تقنعوها انها تعطي لكم الكونترا وشنو هما لي بروسيدور. يعني هذه هي الخدمه اللي كنقدروا اننا نقدموها في جلوبال سيرفيسز، بصفه عامه. هذه فكره بصفه عامه باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو هذا. يعني اللي عنده يعني تخصص مثلا في مجموعه تاع لي دومين يقدر يتصل بينا وياخذ كونسلطاسيون ونشوفوا واش انها ممكن انه عنده هذيك الامكانيه. بحال الا كانت عنده الامكانيه وبغى يخدم معنا اننا نديروا له لاكومبانيومون دوسيي، راه غادي نساعدوه ونقدموا له جميع المساعدات باش انه ينجح في الرحله ديال البحث عن العمل في بلجيكا. مع السلامه.